خليني اروح الى مباريات الغد. اوكي متوكل. اوكي المجموعه سي تونس استراليا. اي تونس تعادل، استراليا خساره. اوكي المباراه قد تروح للتعادل اذا ما فازت تونس. يعني انت مع المنتخب التونسي؟ أنا كلنا مع المنتخب التونسي، مع المنتخب العربي نتمنى له ان يحقق شيء. فرنسا الدنمارك، فرنسا مستوى وفوز، الدنمارك تعادل وتحفظ على الدنمارك بالهم بعده ويل ويل مثليين. ها وكل واحد يفكر بالمثليين رايح. اقول لك هاي الشغله مال المثليين انا ما احب اسمعني لا لا انا اريد اسولف نفس الشيء اقول اسميهم خلينا نسميهم الشواذ. الشواذ لانه المثل يعني وكانك تمنحهم. لطفوها إيه؟ الغرب لطفوها إيه؟ هو قبل 90 ونحن ضد التلطيفات الهابطه. المهم إيه؟ اليوم يفكرون بالانسحاب هم والبريطانيين. إيه؟ كذب ما ينسحبون. ما ينسحبون فرنسا راح تفوز على الدنمارك. اوكي المجموعه دي اربعه بولندا المتعادله مع المكسيك تواجه السعوديه المنتشيه بفوز كبير. وقلبنا مع السعوديه، قلوبنا مع مشاعرنا مع السعودي، مع المنتخب السعودي والفريق السعودي يستحق ان يمضي. حتى لو حقق التعادل ان شاء الله راح يمضي الى الدور الثاني. ممتاز. المباراه الاخرى الارجنتين، يعني المنتخب يعني الاسم يكفي، المنكسر يواجه المكسيك المتعادل الباحث عن طموحات. المكسيك ياتي خفيفا ثم يتصاعد. هاي المباراه راح تنتهي بالتعادل. ممكن.